حان موعدكم وموعدنا مشاهدينا مع واتس كوكينج. واليوم معنا دلال كنج، واليوم روسيت، اهم روسيت بفتره الاعياد بعد الدان هو الكريسماس كيك. صباح الخير. صباح. مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء انه نحن معودين بالاعياد نعمل بيوش دان، بس لا، بدي اقول انه حتى الكريسماس كيك يعني صغار وكبار بحبوه، عندنا صبحيه، حلو انه نضيفه كمان مش بس بيوش بفتره الاعياد. صح. وبدي اقول انه الكريسماس كيك كثير سهل، مش ليك اليوم هيك حبيت ضوي عليه، مش بس اليوم، كل سنه مثل اليوم بنشتغل بالكريسماس كيك لنشجع المشاهدين. دايما بننسى نرجع لأنه أكثر وصفة بنسأل عليها. واليوم بدي أقول مش بس كريسماس كيك ستيفاني، إذا عندنا وقت اليوم حبيت هيك اشتغل بإنسالات. عارف إحنا هلأ كمان بموسم السلاد، أنه نعمل إنسالات خضر، حيلا نوع من الخضر، ورق الشمندر، لولا روسا، فيدوشان. بدنا نسلق بطاطا بالماء والكرامبوري ونرجع نوضعهم على الخضر، نحط لها شوية كرامبوري، نعمل صوص، نشتغل صوص مع كرامبوري. قبل ما نبلش كريسماس كيك خلينا نسلق البطاطا. اليوم حبيت اشتغل على بالبطاطا الصغيره يلي منظرها حلو، بطنجره على نار وضعنا شويه من المي، شويه من الملح وشويه من عصير الكرنبل. فكرنا جايبي معك واين. لا اليوم غشيتكم. وضعنا البطاطا بهيدي الطريقة. أوبس. أوكي. وتركناه هون ليستووا على نار. لكن هيدي هي البطاطا مع الكرامبري مع شوية من الملح. خلينا هيك ننتقل للوصفة الشهيرة. واليوم بدي أقول للمشاهدين إنه أكثر كيك بداين ستيفاني وبلا براد هو الكريسماس كيك يلي فينا ناكله من موسم لموسم. يعني في ناس بعد عندهم الكريسماس كيك بالفريزر انه ما بيأثر مثل ما فينا نشتغله، بس كثير مهم وقت نقول كريسماس كيك اليوم انه نعبي الكيك، مضطرين انه نضع له الروم والكونياك. واليوم اكيد انا عم بحكي على كونياك للطبخ. خلينا هيك سريعا نقول انه الكريسماس كيك معمول من بيض كامل، من سكر، طحين، بيكنج باودر، زبده. بتقولي لي الزيت، بقول لك لا، نكهه الزبده أطيب. اليوم عم نحكي على 200 جرام من الزبدة. كثير مهم انه ننقع القلوبات، يعني اليوم في عندنا جميع اللوبات. شو حطينا قلوبات؟ اليوم فينا نحط البوصفير، التين، التمر، زبيب، جوز، كرامبري، زبيب، شو ما عندنا بالبيت ستيفاني، اذا ما عندنا بدنا نروح نشتري من الموجود. من الموجود نعمل مزيج. يعني انا اليوم حتى حبيت اشتغل بالكرامبري واللوز، جوز، ننقعهم بالكونياك قبل بليله. نقعتهم انا بوضعهم مثل ما هيدي، يعني هي جايبتها من البيت منقوعه الى يومين. يعني 48 ساعة 24 ساعة بتشرب وبوضعهم بالبراد. قد ما بننقع قد ما بنحس الطعمه اطيب. وكثير مهم انه نضع البهارات. يعني شو بيتميز الكريسماس كيك؟ مش بس الكونياك والروم والقلوبات اللي بدنا نشتغل فيها، لا، كثير مهم انه نوضع جوز الطيب، كبش، قرنفل، بالاضافه للقرفه. واليوم بدي اقول للمشاهدين انه يلي بعد ما عمل كريسماس كيك اكيد بلحق، لأننا نحمل الفرن ونضعه 45 دقيقه بقلب الفرن 180 درجه. لكن اليوم عم نحكي، هلا اكيد نحن ما حنشتغلها خفائف جاتو لما نطوش المشاهدين، حنشتغلها على الايد، بس اكيد احسن خفائف جاتو. اليوم عم نحكي على 4 بيض كاملين. إذا عندنا خفاقة كبيرة شوي ستيفاني فينا نشتغل ندوبل الكونتيتي، نشتغلها نعملها دوب فرد مرة، دوب فرد مرة. نعمل كذا قالب. صح. شو أنا بعمل؟ وبيداينو. بيداينو وفينا كل يوم نوعه ونوضع ونسقسق إذا بدك على الطريقة هيك البيتية الكريسماس كيك، نوضع لها فوطة أو ورقة شيش، وكل يوم نوضع شوية من، يعني بنبلش من الكريسماس كيك قبل بشهر ستيفاني نشتغل. لكن وضعنا بيض، 4 بيض كامل، شوية من الفاني، رجعنا ضفنا 1.5 كوب من السكر. اليوم بتقولي لي أنا ما بحب كثير السكر، بقول لك إنه فينا نوضع كوب لكوب ونص من السكر. اوكي. ليه؟ لأنه القلوبات اللي فيه كمان حلوة، طيب ما يطلع التين، التمر. هلا فينا نحط اقل كميه من السكر أكيد. كمان فينا للي ما بحب، لانه في مثل ما عم تقولي يعني ماكسيموم اذا كثير بنحب الحلو ستيفاني كبايه ونص، اذا لا كبايه. بدنا نرجع نوضع 200 جرام من الزبده. اها.
Voilà. مضطرين نوضع الزبدة أكيد ومش زيت مش زيت أبدا أكيد إذا بنشتغلها على المكنة أحسن ولا نحن هلا ما بدنا نطهش المشاهدين مش هيك لكن بيض كامل سكر زبدة بيتميز الكريسماس كيك ستيفاني بالقلوبات يلي بدنا نشتغلها يلي كثير مهم انه هيدي القلوبات نكون ناقعينها بالروم والكونياك والبهارات هلا بنزيد البهارات ولا بعدين بعد الفريق؟ فينا نزيدهم هلا فينا نضيفهم اخر شيء بعد الفريق لكن جوزة الثيم وكانيل وكبش قرنفل وكبش قرنفل فوالا هون في عندنا الطحين يلي ضفنا له باكين باودر يعني اسهل كيك هو الكريسماس كيك اليوم بدي اقول للمشاهدين انه فينا نعمل كريسماس كيك على شوكولا ستيفاني نضيف له كاكاو بس نحن وقت نقول انا ما بحب كيك على شوكولا ايه هيك هيك عادي تراديشنال عليه صح لكن شو صار بالبطاطا؟ بطاطا بقى بدون هون تقريبا صاروا خلينا نرجع نضيف شوي بدنا عضلات بدنا عضلات مش كثير موجودين بس انه ماشي هلا وقت نحط الروم يعني مجبور ايه. هيك يشد ستيفاني صح وقت نحط بدنا نزعجك بشويه من القرفه شفتي كيف شدوا مجبور هيك يشد كلهم بدنا نحطهم ستيفاني كبش قرنفل قد ايه معلقه ملعقه كبش قرنفل ملعقه قرفه وملعقه جوز الطيب اوكي لازم يكون لونها هيك غامق كثير مهم اللون والنكهه اوكي هلا بدنا نزعجك بالقلوبات ستيفاني شوي ما في ازعاج شوي لا معقول حدا يقف معي ما ازعج مضطرة ازعجك ابدا فوالا فينا نحط لك هنا فينا نحط مشموش كرامبري مشموش شو ما كان بيطلع طيب اكيد مش كلهم حط شوية تين كمان لانه هون عم بيطلع لنا هلا بدنا نكفيهم بالملعقة قد ايه بعد بديك ملعقة تين واذا بيطلع معك شوية تين شوية تمر هلا ما ضفنا الكونياك رجعنا والروم ليه؟ لانه القلوبات مشبعين كونياك وروم يعني يلي بدنا نوضع نص كوب يلي بدنا نوضعهم هون ضفناه هون اذا ثقبت عم نعمل اخر تكه ومش ناقعين دغري منزيد يعني اذا ما قدرنا نقعنا جوز واللوز والمشمش والتين كثير مهم انه ننقع الزبيب اوكي يعني بالقليل الزبيب لمده ربع ساعه نص ساعه هيك لما نسكرها للمشاهدين وساعتها منضيف هون الكونياك والروم اليوم بدي اقول انه كثير مهم انه نوضع مزيج الاثنين مش بس نوقف على روم بس لا يكون عندنا الكونياك والروم فوالا اكيد سبيسيال للطبخ فينا نضيف البوسفير يلي كمان عم نحكي اكيد على الكونياك فينا نزين بالبوسفير فينا نزين مثل ما انا زينت كمان نعمل السلاد ما بدك نحطه بالفرن نتركه على جنب نرجع بنحطه لننتقل للسلاد يا هيدي صارت ونحطها بعدين بالفرن بالفرن اليوم بدي اقول للمشاهدين انه بنحمل الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق وبندخل وصفتنا بقلب الفرن لمده 45 دقيقه هيدا هو الكريسماس كيك اوكي وإذا بدنا إياه أطيب كمان ستيفاني بدي أقول اليوم إنه كل يوم على بكره مثل ما قلنا فينا نوضع شقفة
اوكي او حيلا فوطة عنا اياها بس اكيد تكون نظيفة، ونوضع شوية من الروم والكونياك من هلا للعيد. هلا اصولا بنبلش نحن قبل بوقت يعني قبل بشهر نشتغل فيه، وبنرجع بنذكر انه هذا الكيك الوحيد يلي روحه طويلة يلي بضاين اشهر، مش ضروري ابدا انه نوضعه بالبراد. واليوم بدي اقول كمان شغلة ستيفاني، انه اليوم احنا ضفنا كوب من القلوبات، جوزتين، تمر، مش مشيك، بس كمان بدي اقول يلي ما بحب هالقد قلوبات في خفف، مثل ما في ضوبي الكونسيتي، يعني في عندنا كريسمس كيك اذا قطعناه هون ما بنشوف غير الجوز واللوز والزبيب. بعد عنا دقيقة ونص. دقيقة. خلينا هيك نحكي على السلاد سريعا. اهم شيء الصوص. اهم شيء الصوص، اليوم مثل ما هون عم نشوف صوص كثير بسيطة، أول شيء اليوم عم نشتغل على حيلا خضار، اليوم حبيت اشتغل بالبطاطا يلي مثل ما قلنا إنه سلقناها بالكرامبري والمي وشوية، فينا إذا عنا عزيمة نسلق البطاطا قبل بيوم ما بصير شيء أبدا. رجعنا جبنا الخضار، بدنا نوضع شوية من الكرامبري، خلينا نحكي شوي على الصوص قبل. اليوم وصفتنا سهلة كثير، اليوم عم بحكي على زيت زيتون، رشة من الملح، يعني إذا اليوم أنا عم بحكي على 10 ملاعق من زيت الزيتون، عم بحكي على 5 ملاعق من الكرامبري المعصور، بدنا نضيفه عليهم مع شوية من الملح، هيدي هي وصفتي بسيطة جدا. الصوص. واليوم بدي أقول إنه هيدي الصوص فينا كمان نشتغلها على نار، يعني إذا عملنا نكلها تلات فينا نشتغلها على نار. لكن وصفتنا معموله من الخضار، لكن زيت الزيتون، من زيت الزيتون يلي هو هون مع شويه من الملح، عصير الكرامبري، عصير الكرامبري يلي بدنا نخلطهم كثير منيح ليسمكوا. بنرجع بنجيب البطاطا يلي سلقناها بنوضعها عليهم، بنزين بالكرامبري مثل ما فينا كمان نضيف التين او حيلا شيء نحن بنحبه. حلوه فكره الصوص، لانه اوقات بنزهق من الصوصات. صح، هيدي الصوص طيبه كمان. ايه اكيد، بس ما بدي انسى ستيفاني انه على طول على طول اذا عم نحكي على 10 ملاعق زيت عم نحكي اليوم على نصهم، يعني ما بدنا اكثر، لكن عندنا زيت زيتون، عصير الكرامبري، ورشه من الملح. نحن خلصنا الواتس كوكينج مشاهدينا، هلا رح ناخذ سوا وقفه بنرجع بنشوفكم بتيستينج. الله كريم. اهلا وسهلا بإلي. اهلا فيكم. يا هلا. اهلا فيكم. بتحب الكريسماس كيك؟ انا بحب الكريسماس كيك، وانا وانا كمان تقول شغله انه انا يعني انا ضايق الكريسماس كيك اللي بتعمله دلال. دلال واحد بينطر قد ما طيب، قد ما الفواكه المجففه اللي فيه والمكسرات بتعطي نكهه. شايف؟ هلا هلا نحن عم نذوق، في مشاهدين بالبيوت عم بيقولوا نيالهم، بس اذا بدكم دلال تعمل وبتبيع من هول الكريسماس كيكس، ما هيك دلال؟ صح، انا بعمل ديزارونجمون دو نويل بيعها يلي فيها ترتيتي، بالاضافه للكريسماس كيك يلي بفتكر اني معروفه فيه لانه ببلش فيه قبل بشهر، يعني بشتغله وبيع كثير منه مثل ما هون عم بشوف. على كل حال من احلى الهدايا يلي ممكن تنهدى هالكيك الطيب مع كمان التارت يلي معروف فيهم دلال، هالارانجمان يلي بيبقى معمول بذوق، بعتقد من احلى الهدايا. طلعنا شوي من العاده، نحن معودين الي وقت اروح على عشاء ناخذ ارانجمان شوكولا، ما اليوم هيك طلعنا كل سنه فينا ناخذ شوكولا بالاعياد، معودين عيد يعني شوكولا، بقى اليوم لا، بدنا نقول انه كمان فينا ناخذ كريسماس كيك، يعني ناخذ تارتيت، تارت اومارون، تارت اوفاغرا، يعني ميلانج دو تارت يلي بيطلعوا. وبضاين حلو فيه انه كمان بضاين، يعني كثير بضاين موسم لموسم، اللي ما بده براد ابدا ابدا، يعني قد ما بنشربه الكول قد ما بروحه بتكون طويله، وقد ما بنسكر قد ما بنسكر. ثانك يو دلال، هاف ا نايس داي. أنا خلصت فقراتي لليوم مشاهدينا، إلي بدي كفي معكم، أنا برجع بشوفكم الأسبوع الجاي إن الله راد، بتمنى لكم أسبوع حافل بالقصص الحلوة. أكيد. ما هيك؟ والأعياد أكيد بفترة الأعياد، وأكيد ما تنسوا البسمة. باي باي.